فوجل وما أدراك ما فوجل. يلا ركزوا معاي كويس كويس هلا، ركزوا فتحوا، الله يوفقكم ويرضى عليكم. وسام يلا بدي سجلي وسام. طبعا هلا بدنا نشرح طريقه فوجل او فوجل او فوجل او اللي هو هذا فوجل. كيف طريقته؟ هو طريقته مو كتير صعبه، يعني ما فيها صعوبه، ولكن يعني فيها شوي غثاثه، فيها يعني شوي تقل دم. تمام. اول شيء بطريقه فوجل انت بتشتغل مره صفوف، مره بتشتغل صف صف، تاخذ هذا الصف وبتجيب الفروق تبعه، وبتروح لهذا الصف وبتجيب الفروق تبعه، بعدين بتروح لهذا العمود بتطلع الفروق تبعه، وبتنتقل لهذا العمود بتطلع الفروق تبعه، وبتنتقل للعمود الثالث بتجيب الفروق تبعه. مرة بتشتغل صفوف ومرة بتشتغل أعمدة. تمام. كيف ما كيف وشلون شو عم تحكي انت شو ما عم تحكي انت هلا بيبان بالتطبيق. يلا بسم الله، خلينا نبدأ نشتغل أول شيء بالصف الأول. وينه بدنا السهم؟ نبدأ بالصف الأول. تمام. تروح على الصف الأول وبتشوف أقل فرقين، كم أقل فرقين يعني أصغر رقمين، كم أصغر تكلفتين، كم 6 و7 ولا 6 و12 ولا 12 و7؟ ستة وسبعة. ناتج طرحهم كم؟ 1. تروح لهون على تروح على الطرف هون على جنب، تروح لهون على جنب على الجنب لهون، تكتب هون 1. تمام. شو عيد عادي؟ عيد اللي قلته يعني عيد الشرح من جديد. طيب بطريقة فوجل، بطريقة فوجل نحن نشتغل صفوف. تمام. صف صف، تروحي على هذا الصف وبتشوف الفروق تبعيته بالتكاليف، تروحي على هذا الصف وتشوف الفروق تبعيته، وبتروحي على هذا العمود وتشوف الفروق تبعيته، تروحي على هذا العمود بتشوف الفروق تبعيته، وبتروح على هذا العمود وبتطلع الفروق تبعيته. تمام. هاي اول نقطه واضحه، هاي اول النقطه الف، واضح؟ لسه نظري، ما بدينا نحكي، واضح؟ لسه ما طلعنا الارقام، بس اكتبي واضح ولا لا. ليش هيك مبلمه؟ احكيه نكمل لأنه. تمام. وبتروحي على الصف الأول. أوكي. تروحي على الصف الأول بتشوفي أصغر فرقين، بتشوفي أصغر تكلفتين. مين هنن أصغر تكلفتين؟ 6 و7 ولا 6 و12 ولا 12 و7؟ مين هنن أصغر تنتين، أصغر تكلفتين؟ مين بالصف الأول؟ 6 و7. كم ناتج طرحهم؟ 7 ناقص 6 كم؟ 1. تروحي على طرف هوني بتطارفي على جنب هون، تروحي على الطرف هوني وبتكتبي 1. نروح على الصف الثاني ونشوف أصغر فرقين. مين أصغر فرقين بالصف الثاني؟ أصغر فرقين كم؟ عندي 3 أرقام، 10 و14 و4. تمام. 4 و14 كم ناتج طرحهم؟ 6. تكتبون على طرف 6. خلصنا من الصفوف صح؟ ننتقل للأعمدة. العمود باء ما في إلا أصلاً قيمتين، عددين، ما في إلا عندي 6 و4. لو كان عندي عدد ثالث نشتغل مثل ما اشتغلنا بالصفوف،
أوكي، لو كان عندي رقم ثالث بشتغل مثل ما اشتغلت بالصفوف، بشوف أقل تكلفتين، أقل رقمين وبجيب ناتج طرحهم. بس أنا هلا عندي اوريدي ما في إلا رقمين، 6 و4، كم ناتج طرحهم؟ كم ناتج طرح 6 ناقص 4؟ 2. تمام، وبتروح على عمود جيم، ما عندي إلا قيمتين 14 و2، كم ناتج طرحهم؟ 2. وعندك 7 و10، كم ناتج طرحهم؟ 3. يلا تمام. بعد ما بتشتغل هيك وبتطلع هاي النقطة، بتروح بتشوف الفروقات هاي الطالع، بتروح بتشوف هاي الأرقام اللي طالعتها، اللي هي 1 و6 و3 و2 و2، كم أكبر فرق؟ أكبر عدد من هدولي أكبر قيمة كم؟ 6. بتروح على 6 هاي، وين محاية؟ هاي محاية، تروح على 6 هاي، تبدأ تشتغل فيها. 6 صف ولا عمود؟ 6 صف ولا عمود؟ صف. بتروح على الصف وبتشوف أقل تكلفة وبتعبي. ايه مو اقل رقم، اقل تكلفة، ايه صح، او نفس او نفس المصطلح، اقل رقم. اقل تكلفة عندي هون 10 و14 و4، اقل قيمة كم؟ 4. بتروح على 4 وبتشوف كم طلبها، كم طلبها، كم طلبها للأربعة؟ 500. وبتروح بتعطيها 500، بتعطيها 500. اوكي، وبتبدا تشطب، تشطب ال 500 هاي، وبتشطب هاي الخانه. تمام، وبتشطب 3500، وبتصير 3500 كم؟ 3000. اوكي، يلا نمشي على تاني اكبر تاني اكبر فرق، وينه؟ خلاص هاي الستة خلصنا منها، بتروح على الستة هاي تشطبها، تشطب الستة، خلاص خلصنا منها. تاني اصغر فرق كم؟ 3. ما حطيت 5000، 500 يا بشرى. بشرى شوفي، أنا بعد ما طلعت الفروقات، لحظة، بعد ما طلعت الفروقات، خليني كمان أمسحها، تمام، طلعت الفروقات 1 و6 و3 و2 و2، أكبر فرق كم؟ أكبر عدد، أكبر فرق كم؟ يلا جاوبي، أكبر رقم من هدول الأرقام كم؟ 6. إذا 6 جاية بصف ولا عمود؟ 6 هون مكانها صف ولا عمود؟ صف. تمام، بما أنه أنت قلتي صف، وبالصف رقم 2، بتروح على الصف رقم 2، أصغر تكلفة كم؟ هدول 4 و14 و10، أصغر تكلفة كم؟ كم؟ 4. طيب الأربعة جاية كم تحتاج سوق باء؟ الأربعة جاية بعمود باء أو بخانة باء، بسوق باء، سوق باء كم يحتاج؟ كم يحتاج طلب سوق باء؟ خمسمية. ممتاز، خلاص سلام عليك، مشان هيك حبيت أنا الخمسمية، أعطيته 500 وبديت شطب، وبديت شطب، شطبت 3500،
وشطبت الخمسمية. الخمسمية صارت صفر خلاص، والتلاتة آلاف وخمسمية صارت تلاتة آلاف. واضح؟ وشطبت خانة واحد باء لأنه خلص تعبت. واضح؟ بعد نحن كنا نشتغل بطريقة الزاوية الشمالية الشرقية بالزاوية، بطريقة الزاوية بطريقة أقل تكاليف، كنا نشتغل بأقل تكاليف. نحن هون بطريقة فوجل لا، بنشتغل على الفروقات هاي اللي ملون لكم إياها برا. هاي الستة خلصنا منها. تاني أكبر فرق كم؟ يعني عندي واحد وثلاثة واثنين واثنين. ثلاثة. إذا بروح على الثلاثة، الثلاثة جاية صف ولا عمود؟ الثلاثة جاية صف ولا عمود؟ عمود. بروح بشوف أقل تكلفة بالعمود كم؟ سبعة. وبروح سبعة كم تحتاج طلب؟ كم تحتاج طلب سبعة؟ تحتاج 5000. والعرض كم في العرض تبعه؟ 4000. إذا نشطب الأربع آلاف تأخذها كلياتها، أول شيء لأ منديها 4000 عشان تكون الحل متسلسل. منديها 4000 تمام، وبنشطب بنشطب الأربع آلاف. خلاص صارت صفر، الأربع آلاف صارت صفر. والخمس آلاف صارت 1000. تمام. وشو بنشطب كمان؟ نشطب الخانة واحد جيم. تمام. منروح لتاني أصغر فرق كم؟ أكبر فرق عفوا كم؟ بيان عندي اتنين واتنين، ليش واحد جيم شطبته؟ شطبت واحد جيم، لا لحظة يا فاطمة، شطبت واحد جيم لأنه خلص العرض فضي. منين بدي أعطيه لواحد جيم؟ واحد جيم لنفترض أني ما شطبته. طيب إذا فضي العرض، العرض صار صفر، منين بدي أعطيه لواحد جيم؟ واحد جيم بتاخذ من العرض تبع اللي هو واحد، واثنين جيم بتاخذ من اللي هو اثنين، من سوق اثنين. واحد جيم بتاخذ من سوق واحد، وسوق واحد خلص. انت بتاخذي او انت بتتسلفي توكاتك من عند اختك، وتوكات اختك خلصت، منين بتاخذي التوكات؟ اذا انت في شيء غلط عملتي. تمام. يلا خلينا نكمل. هلا تاني اصغر، تاني اكبر فرق او ثالث اكبر فرق كم عندي؟ عندي اثنين واثنين، بس عندي احد اثنينات انا هوني اصلا غير شر تعبت امتلت، اصلا خير شر امتلت. تمام. فيعني اصلا ما بقي عندي الا هي، هاي خلص، هذا خلص وهذا خلص. إذا ما بقيت عندي إلا هاي اثنين. تمام. هاي اثنين صف ولا عمود؟ اثنين المتبقية صف ولا عمود؟ عمود. كم تحتاج أصلا؟ كم تحتاج؟ 2000. بعطيه 2000. نشطب 3000 ونشطب 2000، نعطيه 2000. وهي صفر،
وال3000 ضلت 1000. شو ضل عندي؟ ضل عندي أنا 2 دال، خان 2 دال، ما أخذت شيء. ولكن أنا أصلا متبقي عندي 1000 بالعرض تبع سوق 2، ومتبقي سوق دال يحتاج 100,000 وحدة متبقي، نعطيها 1000 البقيانة وبشطب باقي الأرقام. خلاص هيك بيكون أنا عندي الطلب خلص. واضحة؟ طيب يلا عطوني قيمة الخلية 1 باء كم؟ صفر. قيمة الخلية 1 جيم كم؟ قيمة الخلية 2 جيم كم؟ مين هذا اللي كتب 4000؟ 2 جيم يا بشرى. وين هذا اللي كتب 14؟ ما عم بقول التكلفة يا نور، أنا ما عم بطلب التكلفة، أنا عم بطلب قيمة الخلية. لما يقول لك كم قيمة الخلية 1 باء، كم قيمة الخلية 1 باء أو 2 باء أو 2 جيم يا نور، هو ما بيطلب التكلفة اللي هو معطيك إياه. أصلاً ليش يعطيك، ليش يطلبها وهو معطيك إياه؟ تمام؟ إذن 1 باء 0، 1 جيم 0، 1 دال 4000، 2 باء 500، و2 جيم 2000، و2 دال 1000. خلاص وبتطلع التكلفة بنفس الطريقة. لا لا مو صعب فاطمة، سهل. أعطيكم سؤال على فوجل. إيه بده مو وقت، بدك تركزي، بده تأني بس، ما هو صعب ولا يحتاج وقت، يحتاج تأني فقط، تأني بس. إنه أول شيء تشتغل تطلع الفروقات صف صف وعمود عمود. طلعت فروقات العمود تكتبها تحت، طلعت فروقات العمود الثاني تكتبها تحت، طلعت العمود فروقات العمود الثالث تكتبها تحت، طلعت فروقات الصف الأول تكتبها على جنبه، طلعت فروقات الصف الثاني تكتبها على جنبه. هاي أول خطوة. أول خطوة بتطلع فروقات كل صف وكل عمود. كيف بطلع الفرق؟ بشوف أقل قيمة ناتج طرح أقل تكلفتين. ناتج طرح أقل تكلفتين، أقل تكلفتين 6 و7 بطرحهم. سواء طرحت 6 ناقص 7 طلع سالب 1، 7 ناقص 6 طلع 1، أنت حط 1 موجب، لا ما في سوالب. تمام؟ وبتطلع الفروقات. بعد ما بتطلع الفروقات كيف بدك تبدأ؟ هي أهم نقطة، كيف بدك تبدأ؟ بتبدأ أنت من عند أكبر فرق. أكبر فرق كان عندي أنا 7 6، وبشوف هاي 6 صف ولا عمود. إذا كانت صف بشتغل، بروح بشوف أصغر تكلفة بالصف وببدأ بعبيها. إذا كانت عمود بروح بشوف أصغر قيمة بالعمود وأصغر تكلفة بالعمود وببدأ بعبيها. خلصت؟ مو من السوق. خلصت من إيش؟ خلصت من الفرق. أنت هون ممكن تشتغل صف وعمود صف وعمود. نحن بفوجل وأقل تكاليف كنا نشتغل صف، عفوا الزاوية الشمالية الشرقية وأقل تكاليف كنا نشتغل صف صف. هون لا، ممكن تشتغل صف وعمود صف وعمود، وحدة فوق وحدة تحت وحدة يمين وحدة يسار. ما بالشرط أنك تشتغل صف صف. أقل تكلفة والزاوية الشمالية الشرقية بتشتغل صف صف، ولكن فوجل أو فوجل أو فوجل هذا شو عرفني تشتغل ممكن خلية صف، ممكن خلية عمود، ممكن خلية صف، ممكن خلية عمود، ممكن وحدة فوق وحدة يمين وحدة يسار وحدة تحت، تشتغل مشكل. ما بالشرط أنك تشتغل تخلصهم صف صف. أنت بتتبع بطريقة فوجل لا اللي هي الفروقات هاي. هاي لا هاي ملاحظات كثيرة، مو مثل
مو مثل السمبلكس، السمبلكس ملاحظاتها قليلة، هي ملاحظاتها كثيرة. فوجل أول شيء بتبدأ فيه إنك بتطلع أولاً بتطلع الفروقات، الفرق بين أقل تكلفتين لكل صف ولكل عمود. تاني خطوة بتروح بتشوف أكبر فرق، وبتشوف هل هو صف ولا عمود، وبتروح بتدور على أقل تكلفة وبتعطيها طلبة. ثم بتنتقل على تاني أكبر فرق، بس هي مسجلة. بدي أعطيكم هلأ سؤال شوي هيك يعني خنفوشاري. دقيقة أعطيكم سؤال هلأ، يعني هذا يعني سؤال جدا قوي يعني على طريقة فوجل كاملة. وين إذا قلنا 13 12، ثلاثة عشر واثناش سبعة. هون 9 وهون 7 وهون 2 هون 7 هون 4 هون 3 تمام. هوني الطلب، هوني الطلب، لحظة، هوني الطلب 2500، هوني الطلب 3000، هوني الطلب 2000، هوني 7500. هون الطلب 2500، هون الطلب 1000، هون الطلب 4000. يلا تعالوا نحل، ولا لا اخرجكم خرش بهذا السؤال، تعالوا نحل تمام. هلا عندي شو اتفقنا نحن اول شيء شو بنسوي، اول شيء شو اتفقنا عليه، بنبدا نطلع الفروقات لايش، لكل صف. أو لحظة سكر يا أخي. إيه ليش ما ممكن؟ ممكن يا فاطمة، ممكن يجي، خلي يجي، نحن أهم شيء نعرف حالنا. ممكن يجي، لا ما أنا غلطانة، بيجي، ليش ما بيجي؟ بس بيحتاج وقت وبياخذ جهد، فما بعرف إذا بيجي ولا ما بيجي. المهم خلينا نحله. أوه ما بقي إلا 10 دقايق، يلا خلينا نحله سريع سريع، مو مشكلة. اللي منحله أنا بدي أوصلكم بس فكرة واحدة كيف تجيبوها، اللي هي الفكرة الجديدة. إحنا بنبدأ لنا صف صف صف، عمود 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 تمام. يلا تعالوا نجيب الفروقات. أصغر تكلفتين عندي كم هوني؟ 7 و9 صح؟ 7 و9 كم الفرق تبعهم؟ كم قيمتهم؟ 2.
واكتب لوني على طرف 2. وتشوف الصف الثاني 12 و7 و4، كم الفرق تبعهم؟ أصغر تكلفتين 7 و4 3. بتروح على 7 و2 و3، أصغر فرقين كم؟ 2 و3، الفرق 1 تبعهم. تمام؟ بتروح 13 و12 و7، 7 و12، كم الفرق تبعهم؟ 5. و7 و9 و2، كم أصغر فرقين؟ 2 و7 5. تمام؟ وبتروح على 7 و4 و3، 4 و3، أصغر فرق كم؟ 1. تمام. طيب هلأ أنا تساوى عندي فرقين، نحن قلنا كنا بنشوف أكبر فرق 5، بنشوف بنزل الفروقات أول شيء، ولما بنبدأ قلنا بنبدأ نحن بأكبر فرق. أنا تساوى عندي هلأ فرقين 5 و5، وين بدي أبدأ؟ بالخمسة اللي تبع باء ولا بالخمسة تبع جيم؟ بدي أبدأ بالخمسة تبع باء ولا بالخمسة تبع جيم؟ مين بيعرف؟ لا 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 يا بشرى، مو هيك، لا مو نبدأ بالصف ونتركهم، لا خطأ. طيب هو جيم، ليش قلتي جيم يا ندى؟ بناء على إيش قلتي جيم؟ لا، شلون أصغر رقم؟ شلون جيم أصغر رقم؟ إذا أنا عندي 5 و5، شلون أصغر رقم؟ ها؟ تكاليف عمود جيم أقل. لا، لا لا يا بشرى غلط. طيب أنا بقولكم كيف، في قاعدة بطريقة فوجل عم بقول لك إذا تساوت الفروق، إذا تساوت الفروق بالذات بالبداية هي بتهم أكتر شيء، بناخد تاني فرق. مين تاني فرق؟ الفرق التاني، وين الفرق التاني؟ الفرق التاني أنا عندي هذا الفرق الأول عمود باء، وهذا الفرق التاني عمود جيم. لو كانت الخمسة هون كان تاني فرق هو دال. تمام؟ أول فرق باء، تاني فرق جيم. لنفترض إنه الخمسة هي هون، كان تاني فرق هو دال. ناخد تاني فرق، نبدأ بتاني فرق. تمام؟ نبدأ بتاني فرق ومنشوف ومنشطب أقل قيمة فيه. ونشوف الفرق بين 7 و9، 7 و9 كم الفرق بين عمود جيم. تمام؟ تاني فرق، أول فرق 5، تاني فرق، أول فرق عمود باء، تاني فرق عمود جيم، صح؟ خليكم ماشيين معي حبة حبة. أنا عندي 5 و5، عمود باء الأولاني هو أول فرق، الأول 5 هي أول فرق، تاني 5 هو تاني فرق. نحن نبدأ بتاني فرق اللي هو هاد، نبدأ بهدف يعني، نبدأ مشان نعرف نشتغل، نبدأ بهاد بتاني فرق ونشطب أقل تكلفة فيه، ومنروح منشوف 7 و9، منطلع له فرق جديد، منطلع له فرق جديد. 7 و9 كم؟ ناقص الفرق بين 7 و9 كم؟ اثنين. إذا الفرق الجديد هذا الخمسة التغى، ما عاد 5، سوينا له فرق جديد صار 2.
خلاص هلأ ببدأ بحل، هلأ برجع بشوف تاني مرة مين أكبر مين أكبر فرق. محمد أنا الحين بدي أبدأ أشتغل، بدي أبدأ أوزع العرض على الطلب بطريقة فوجل، تمام؟ وطلع عندي تساوى فرقين، في عندي فرقين متساويات، تمام؟ تساوت 5 و5، تمام؟ أبدأ بالخمسة تبعت باء ولا بالخمسة تبعت جيم؟ في عندي قاعدة بتقلك إذا تساوت الفرق، إذا تساوى فرقان، إذا تساوى فرقان، ترى بقيان 3 دقايق، إذا تساوى فرقان نأخذ الفرق الثاني، بنروح على الفرق الثاني. هذا الفرق الأول، هذا الفرق الأول، وهذا الفرق الثاني. بناخذ الفرق الثاني، يعني بشوف عمود الفرق الثاني هذا، وبشطب أصغر قيمة، بشطب أقل تكلفة موجودة فيه، وبطلع الفرق الجديد. 9 ناقص 7 كم؟ 9 ناقص 7 كم؟ إذن الفرق الجديد 2، والخمسة هاي بتنشطب، ما عادت 5. هلأ صار عندي مثل ما بيقولوا، صار عندي هلأ قيم جديدة أو فروقات جديدة، 5 و2 و1 و2 و3 و1. أكبر فرق كم؟ أكبر فرق كم؟ الآن بعد ما طلعنا الفروقات الجديدة 5، خلاص هلأ بتشوفوا الخمسة صف، 5 صف ولا عمود؟ الخمسة صف ولا عمود؟ عمود. كم يحتاج؟ 2500 صح؟ ولكن العرض فيه كم؟ 2000. إذا بعطيه 2000، بعطيه 2000 كاملة. تمام؟ هلأ بنتقل لتاني أكبر فرق، وبشطب هدول، بشطب بشطب كل الباقي، بشطب هاد وبشطب هاد، لأنه خلص، لأنه السوق فضي، منين بدي أعطي باقي؟ وبنتقل لتاني أكبر فرق، تاني أكبر فرق كم؟ وخلص الخمسة عزلت، تاني أكبر فرق 3 صف ولا عمود؟ 3 صف. بتروح بتشوف أصغر تكلفة كم؟ أصغر تكلفة اللي هي 4، تمام؟ الأربعة كم تحتاج؟ تحتاج 4000. إذن والسوق فيه 3000، 3000 كاملة بتاخدها منها. وبتروح بتشطب، تشطب 3000، تشطب هاي وبتشطب هاي، تمام؟ هلأ بقي عندك الفرق 2 والفرق 2 والفرق 1. تاني أكبر فرق كم؟ اللي هو 2. ترى راح يسكر، لاحظوا أنه أنا أصلاً بقيان عندي 2500، بقيان عندي 2500، سوق باء يحتاج 500، بياخد 500، 500 ماشي. بنبدأ صف صف ونطلع الفروقات لكل صف ولكل عمود، وكيف بنطلع الفروقات؟ بنشوف أصغر تكلفتين ونجيب الناتج بيناتهم. طلع معانا هوني 5، وطلع معانا هوني 5، وطلع معانا هوني 1، وطلع معانا هوني 2، وطلع معانا هوني 3، وطلع معانا هوني 1.
تمام معايا؟ اوكي. قلنا كيف؟ قلنا لما بدنا نطلع، لما بدنا نبدا نشتغل، طلع انا عندي 5 و5، هدول اكبر فرقين متساويات. كيف بطلع ببدا بشتغل بال5 تبعت باء ولا بال5 تبعت جي؟ لازم طلع فرق جديد لاحد ال5 بناء عليه انا بعرف اشتغل. يا اما بده يكون الفرق الجديد هو اللي بدا فيه بده يكون اكبر من 5، يا بده يكون اقل من 5، وبيكون الفرق القديم اللي هو ال5 الاولانيه هي بدها يشتغل فيها. كيف بطلع الفرق الجديد؟ بروح بشوف تاني فرق. لنفترض انه كانت ال5 وال5 هون، ال5 الاولى هي الفرق الاول، ال5 الثاني اللي بالصف الثاني. لنفترض بدي وين الألم وينه؟ لنفترض إنه طلعت صفوف، ال5 طلعوا بالصفوف. كيف بيشتغل؟ بالصف الأول ولا بالصف الثاني؟ بروح بشوف ال5 تبعت الصف الثاني وبطلع فروق جديدة للصف كامل، وبطلع الفرق الجديد للصف. مثل ما اشتغلت عمود بشتغل للصف. يعني على فرض إنه طلعت 7 و7 هون، طلعت بدال هي 2 7 وطلعت بدال هي 2 3 7، بروح بشوف ال7 الثانية اللي هي مكان ال3، وبشوف وبشطب أصغر فرق وبطلع الفرق جديد 12 و7، الفرق بيناتهم 5، إذا بتصير الفرق الجديد بدال ال7 بتصير 5. أي لنفترض على أنه 7، اللي نفترض على أنه 7 و7، لأن إحنا عندنا 5 و5، ال5 الثانية تبعيد جيم، أو هي ال5 الثانية تبعيد جيم هو الفرق الثاني. وبروح بشوف القيم تبعيت الصف كامل، تبعيت العمود كامل، 9 و7 و2، مين أصغر تكلفة؟ أصغر تكلفة 2، بشطبها تمام. وبطلع الفرق الجديد 9 ناقص 7 2، إذن الفرق الجديد هو 2. هلأ صار عندي فروقات جديدة، صار عندي 5 و2 و1 و2 و3 و1، مين أكبر فرق؟ طيب لو وحدة بصف ووحدة بعمود، رقمين نفس الشيء. ايوه والله يا وسام، ما بعرف، ما وحدة بصف ووحدة بعمود. ايه ليش؟ اللي اجتنا امبارح بالمراجعة، اجتنا تقريبا هيك شيء صح؟ اجتنا 7 و7، بس المشكلة كانت ال7 و7 كانت هي ب بعد ما كنا مطلعين احد الفرقين، كان عندي 9، فنحن كنا اوريدي مخلصين من 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 صف باء، من عمود باء، مشان هيك طرحنا، كنا مخلصين. اللي امبارح بالمراجعة اللي كانت عندي طلعت الفروقات 7 بصف و7 بعمود، كنا مخلصين من عمود باء، كان ضال اللي عندي عمود جيم وعمود د اللي هو 10 و7 و5 و14. جبت ال5 وال14 وطرحتهم من بعض، وجبت كمان ال7 وال14 طرحتهم من بعض، طلع عندي وحدة منهم فرق جديد بيساوي 9، اشتغلت على الفرق الجديد. هلأ بشير الصورة، بعملكم شير للصورة تبعت السؤال وبنبدأ وبنحله سوا، تبعت المراجعة موجود عندي. خلينا هلأ وحدة وحدة. هلا صار عندي اكبر فرق هو 5، ببدا فيه وبعبي له عمود 5. 5 صف ولا عمود؟ حتى لو جاب، انا اتوقع يا بشرى يجيب، لانه السؤال اللي اعطانا بالمراجعه في فرقين زي بعض. صار عندي اكبر فرق هو 5،
خمسة صف ولا عمود؟ خمسة عمود. طيب أصغر قيمة كم؟ اللي هي السبعة. تحتاج 2500، والسوق كله فيه متوفر فيه بس 2000، إذن بنعطيها كاملة. نعطيها كاملة ونبدأ بنشطب، نشطب الألفين هاي ونشطب الألفين وخمسمية. هون صار صفر وهون بقيان 500. يلا هلا بنروح على تاني أكبر فرق. تاني أكبر فرق كم؟ 3 صح؟ تاني أكبر فرق كم؟ 3. بروح وبعبي. بروح وبعبي. سوق 3 كم يحتاج؟ 3 صف ولا عمود؟ صف. أصغر تكلفة فيه كم؟ 4. 4 تحتاج 4000. ولكن بالعرض كله ما في إلا 3000. إذا بنعطيه 3000 كامل. تمام؟ طبعا في شغله نسينا نحن نساويها انتوا، لا ولا انتوا عم تقولوا لي عليها، انه ما عم تقولوا لي شطوب. حاسس هاي الاكسات نفس الاكسات تبعت ارب جود تالنت، وهي راحت صارت هون صفر وهوني صارت صفر. لاحظوا انه بقيان انا عندي 2500 عرض صح؟ صح؟ بقيان عندي فقط 2500 بالعرض، وانا بقيان عندي سوق بقيان بده 500. احنا هون غلطنا، ايه لاحظوا انه انا بقيان عندي 2500 بالعرض، وبقيان عندي سوق باء بده 500، وسوق جيم بده 1000، وسوق دال بده 1000، والعرض كله في 2500. طيب مجموع الطلب المتبقي كم؟ مجموع الطلب المتبقي كله كم؟ 500 و1000 و1000 كم؟ 2500. ومجموع العرض المتبقي عندي كم؟ 2500. إذا أنا شغال صح ولا لا؟ خلاص بروح بوزعهم، هذا بياخذ 500 وهذا بياخذ 1000 الباقيات له. وهذا بياخذ 1000 الباقيات له. تمام، وهيك بيكون العرض خلص. هلا بدي اعطيكم السؤال تبع المراجعه اللي اعطانا الدكتور. لحظه شوي خليكم، اللي عم تحكي عليه وسام تبع فوجل. طب هون العرض، هون السوق الواحد، هون السوق اثنين، هون الف أو كان حاطط باء جيم دال، وكان مجموع العرض 1500، وكان عندي
كان عندي هون 3، هاي كانت 12، هاي كم كانت؟ 10، وهي 5، وهي كانت 7، وهي كانت 14، تمام؟ وكان هوني 500، وهوني 1000، وهوني 400، وهوني 700، وهوني 400. هذا سؤال الدكتور تبع المراجعة امبارح، صح؟ مزبوط. طيب نحن قلنا بنبدأ بنشتغل صف، بنطلع بنبدأ بالصفوف هيك والأعمدة، صف صف، عمود عمود عمود. يلا تعالوا نطلع الفروقات. الصف الأول أصغر قيمتين كم؟ 3 و7 و10. أصغر قيمتين 3 و7، الفرق بيناتهم كم؟ 4، صح؟ ثاني صف 12 و5 و14، أصغر فرقين 5 و7، كم الفرق بيناتهم؟ 5 و12، 7، صح؟ نشتغل هلا هوني ما في اصلا الا اوريدي فرقين فرقين، 9 5 7، تمام. اكبر فرق كم؟ اكبر فرق عشان نبدا نحل، اكبر فرق كم؟ 9. طيب 9 صف ولا عمود؟ 9 عمود. أصغر تكلفة فيه كم؟ 3 3. كم تحتاج الثلاثة؟ تحتاج 400، والعرض فيه 500. إذن أول شيء بتبدأ بتشطب، تشطب 500. لا بدنا لون واضح. تشطب 500 وبتشطب 400، أعطيناه 400، تمام. وهذا صار 0، تمام. وهذا بقيان في 100، تمام. وبنشطب بنشطب بنشطب هاد اللي هي الخانة 2 باء، لأنه خلص السوق امتلى أخذ كفايته. بنروح على تاني أكبر فرق، هذا اللي قالت عليه وسام. بنروح على تاني أكبر فرق، عندي 7 بصف و7 بعمود، صح؟ بدي ابدا بانه 7، بهي ولا هي؟ بدي ابدا بانه 7 ابدا؟ بانه 7 بدي ابدا؟ بدي ابدا بتاني 7، بنجيب الفرق الجديد. انا بدي لازم احط انتم مشان ما تلخبطوا، اعتبروا انه هذا خلصنا منه، تمام. خلصنا من العاد، نبدا بنطلع الفروقات الجديده للسبعه هي والسبعه هي. ملهم بديت انت اول شيء صف ولا عمود؟ لا بديت عمود يا بشرى، لانه كان اكبر فرق 9، بديت بالعمود هاد لأنه كان عمود، لأنه 9 كانت عمود، 9 كانت بالعمود مو بالصف، بديت فيها لأنه عمود ووزعت. هلأ واضح يا بشرى؟
هلأ طلع عندي فرقين، طلع عندي هلأ فرقين، تمام؟ طلع عندي 7 و7، 7 بصف و7 بعمود، 7 بصف و7 بعمود. هون بتروح بتشوف، بتطرح مشان شو؟ مشان تطلع الفرق الجديد. سبعة 14 ناقص 7 كم؟ 7 شو نطرح ايش مرة تانية يا بشرى؟ فهميني بس سؤالك مزبوط، لانه انت عم تشتتيني هيك. سؤالك عن ايش بس؟ ركزي. طيب عندنا صف وعمود نفس الفرق، خلص بتطرحي، 14 ناقص 5 و7 ناقص 14. تبدي بديتي بهذا بديتي بهذا العمود، بديتي بهذا، ليش هذا وين اللون؟ بديتي بالعمود ولا بديتي بالصف؟ بما انه مختلفين كله واحد. أربعة عشر ناقص سبعة كم؟ خلينا بالعمود الحين. 14 ناقص 7 كم؟ 7، إذا مثل ما هي بالتم. طيب 14 ناقص 5 كم؟ 9. شلون 11؟ 9. إذا بصير الفرق الجديد عندي هون 9. يا طيب ماشي يلا شوفي، وهي بدي أظلل لك يا انت عندك هذا فيه 7 صح، وعندك هذا فيه 7 صح، صح ولا لا؟ تمام. عندك هي 7 ولا هي 7 بتبدي بأي عندك 7 هي أو 7 هي تبدي بأي وحدة؟ تبدأ بأي وحدة مو مشكلة، أوكي؟ 7 هاي خلينا نبدأ بالعمود مثلا، لأن أنا بدي أطلع الفروقات. 7 اللي هي بالعمود، كم التكلفتين اللي فيها؟ 14 و7، 14 ناقص 7 كم؟ 7، إذا نفس الفرق. هلأ بروح على هذا المظلل باللون الأزرق أو السماوي، عندك 14 و5 التكلفة، التكاليف اللي فيه. 14 ناقص 5 كم؟ طلع عندي الفرق الجديد 9. تكتبي له هوني 9. طيب هلا عندي هاي الفروقات الجديدة 4 9 7 5، مين أكبر فرق؟ الفرق الجديد الكبير مين؟ الفرق الجديد الكبير مين؟ 9 صح؟ طيب 9 صف ولا عمود؟ صف. أصغر تكلفة فيها كم؟ 5 صح؟ 5 صح؟ منجي الخمسة صف ولا عمود؟ الخمسة عمود. كم تحتاج؟ تحتاج 700، نعطيها 700 ونبدأ نشطب. 700 صارت 0 والألف صارت 300. تمام؟ وشو بنسوي هلا؟ بنشطب
الخانة ن واحد جيم. لاحظوا أنه المتبقي عندي بالعرض 400. والمتبقي عندي بالطلب أنا هوني 400. هذا بوادر أنك عم تشتغل صح. طيب عندك الفروقات الجديدة هلأ، هي ما ضل عندك إلا خلص، هلأ ما عاد يهمك الفروقات مين وما مين، خلص بتعبي بناء على التكاليف، بتعبي بناء على التكاليف، وحتى مو على التكاليف، بتعبي بناء على المتبقي. سوق واحد بأيام في 100، بياخدها، وسوق اثنين بأيام في 300 بياخدها. وهيك بنكون خلصنا كل العرض. وتبدأ بتطلع القيم والتكاليف. واضح؟ واضح؟ يلا أنا بعرف أدن، أنا هلأ أدن المغرب عندي، وفي انتو ناس اللي بالرياض أدن المغرب عليكم من شوي، أخرتكم معلش لا تواخذونا، أخذنا من وقتكم. الله يوفقكم ويوفقنا يا رب. أتمنى أني هيك يكون وضحت لكم، أو أزل، أو يعني تساعدكم لو بشي بسيط، أنه بالشرح هذا أزلكم لو شوية غموض، أو وضح لكم أي نقطة أنتو ما فهمانينا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يلا موفقين إن شاء الله.